كولر، لان في بطولات. انت دلوقتي بتتكلم ان النادي الاهلي كان محتاج مدرب تقيل بعد سوارز. خلي بالك النادي الاهلي عمل من اكبر غلطاته اللي عملها في تاريخه انه يتعاقد مع الراجل ده سوارز. هزه مش طبيعيه، مدرب اقل من النادي الاهلي بشكل كبير. هو خفيف ان هم لحقوا. لا انا اول لما بس فانيلا في مؤتمر شكله خفيف. لا وبعدين خلي بالك يعني مثلا خلي بالك انا بنتكلم في حاجه ان 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 فكره النادي الاهلي. بس معلش يعني احسن مدرب بيمتعك في الكوره يعني. لا لا انا قلت لك نتائج مهمه يعني. يعني اقول لك كسبان خمس بطولات. لا بس اقول لك حاجه يعني انت دايما ده النادي الاهلي. طب ما الاهلي كان قبلها بسنتين بيكسبش الدوري وكان عنده. لا وكان قبلها كان بيكسب المدربين. خلي بالك انا عندي تحفظات كتير. انا زيك في مدربين مسكوا النادي الاهلي والله. انا بالنسبه لي افضل مدرب في 2023 الكابتن علاء عبد العال وتامر مصطفى. انت بتتكلم في مدربين. علي عبد العال مسك الداخليه مفيش اي حد يقول ان هم يقعدوا في الدوري. صح وقعد بيهم ولما مسك الجونه عامل لغايه دلوقتي. بس انت عارف ليه ميدو ميدو مثلا انت لما بتيجي تقول مثلا افضل حارس مرمى في بطوله. لا ما هو انت كل واحد الفرقه ايه رأيه. بتاخد اوتوماتيك احسن حارس مرمى اللي هو فرقته خد بطوله. لكن انا بالنسبه لي بتعجب على رايي ليه؟ سيبني اقول. لا انا مش بقول عليه يا شباب. احنا في سنه جديده. لا بيقول عليا داخلين على سنه جديده. لا 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 انا بقول انا بالنسبه لي اختيار المدرب بيبقى قايم على النتائج. انا راجل المدرب ده ايكوال ايه نتائج متعه. أيه خلاص أيه. متعه نطلع على السير. خلاص يلا ماشي. والله ماشي ماشي ده رايه. طبعا هبدا بعويس. افضل فريق النادي الاهلي طبعا. مقتنع بقى ولا مش مقتنع؟ انت الاهلي ماشي. النادي الاهلي طبعا افضل فريق. مش هنضحك على بعض اكيد يعني. النادي الاهلي افضل فريق. الاهلي طبعا. افضل فريق طبعا النادي الاهلي. وانا افضل فريق في 2023 اكيد هو النادي طبعا. انا توقعت هتقول لي صفاقسي. انا عارف هتديني واحده غريبه. لا ليه ليه زعلان قوي من موضوع عبد العال عشان هرب من عشان كسبت. افضل لاعب قوي يا هشام. افضل لاعب السنه دي في غيره سوبر زيزو. زيزو سوبر زيزو. افضل لاعب دودار. لا طبعا محمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا افضل لاعب. ليه افضل؟ انا كنت ما بينهم. انا شايف محمد الشناوي افضل لاعب مؤثر داخل النادي الاهلي وشايف داخل. انا متكلم في مصر كلها. ايوه ايوه ما انا قصدي الاهلي لاعب بطولات خدها فافضل لاعب. ودايما الحراس مظلومين فافضل لاعب. وانا اوكي افضل لاعب عاوز زيزو. افضل لاعب زيزو. زيزو وانا بالنسبه لي افضل لاعب في مصر هو زيزو. افضل حارس مرمى دودار اكيد الشناوي. جنش قول له جنش. انا مش هقول